الشاب أيضا يعيش حالة من حالات السكر، هنيئا لمن استفاق من نومة الغافلين، هنيئا لمن صار مصداقا للحديث موتوا قبل أن تموتوا. إذا وجدت مثلا ولدك على منكر أو يميل إلى الحرام، أيضا حاول أن تستعمل أسلوب الاستفهام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. حسرة الإنسان في دار الدنيا على قسمين: حسرة قابلة للتعويض، إنسان يقوم بعمل يكتشف أنه كان مقصراً بإمكانه أن يعوض. في المدارس الحكومية وغير هذه الأيام، من رسب في الدور الأول يقدم في الدور الثاني، إذا نجح يجتاز الامتحان، شأنه شأن من نجح في الدور الأول، إذن قابل للتعويض. حتى العبادات المهمة إذا فات الإنسان الصلاة والصيام، أيضا بإمكانه في دار الدنيا أن يقضيها. والبعض هكذا يرى ويقول، البعض تفوته نافلة صلاة الفجر، فريضة الفجر، لا لعمد، لغلبة النوم مثلا، عندما يستيقظ يعيش الحسرة الشديدة، فيصلي ركعتين ملؤها الخجل من الله عز وجل. هاتان الركعتان من الممكن أن تكون خيرا من الأدائية، صلاة قضاء فيها خجل ووجل تقربك إلى الله عز وجل أكثر من صلاة أدائية ليست فيها هذه المشاعر. إذن الأمور، بعض الأمور من الممكن أن تتدارك، ولكن بعض الأمور لا يمكن أن نتداركها. مثلا، طبعا هذا يذكره القرآن الكريم، الإنسان يوم القيامة يعيش الحسرة القاتلة، الدنيا انتهت، اليوم جزاء ولا عمل في الآخرة يعني، والآن عمل ولا جزاء، من قصر في الدنيا يبتلى بحسرة قاتلة يوم القيامة، إلى درجة نحن في دار الدنيا نعض على أيدينا عند الندامة، حركة رمزية، من يعض يده يعني أنا نادم جدا. يوم القيامة أيضا الظالم يعض على يديه، نحن نعض إصبعين الإصبع مثلا، الآن هذا الظالم يبدو يجعل يده في فمه، يعض يده من الحسرة. من هم هؤلاء؟ أولا الذين لهم أئمة عدل، نحن أيضا من أكثر الناس حسرة. الذي لا يعرف إمام هدى، ليست له علاقة بالمعصومين، هذا أيضا يتحسر. ولكن المشكلة إن أعظم الناس يوم القيامة حسرة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. في دار الدنيا يذكر أمير المؤمنين مثلا، يستأنس به بإمامته، يفتخر به، ولكن في مقام العمل نعم يخالفه إلى غيره. أعداء أمير المؤمنين من كانوا، هو في مقام العمل نعم يعمل عملهم، هذا من أعظم الناس حسرة. من أعظم الناس حسرة إنسان ثري ولكن لا دين له،
بعض الأوقات نعم رب العالمين يمد الفسق بالمال، هذا الفاسق الثري يموت يخرج الحي من الميت، رب العالمين يرزقه ولدا بارا. قلنا قبل أيام كبير المنافقين من بنى مسجد ضرار ولده حنظلة غسيل الملائكة، نعم يخرج الحي من الميت. هذا الولد صار مؤمنا أو كان مؤمنا، أنفق أموال أبيه في طاعة الله عز وجل. بعض الأثلاث نعم تجري على يد المؤمنين من ميت لم يكن ملتزما، هذا أيضا يوم القيامة من أعظم الناس حسرة. إن أعظم الناس حسرة يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا في غير طاعة الله، فورثه رجل فأنفقه في طاعة الله سبحانه فدخل به الجنة ودخل الأول به النار. يا لها من مصيبة، المال مال واحد، هذا المال جمعه من غير حله دخل النار بسببه، الوارث أنفقه في طاعة الله عز وجل دخل به الجنة، هذا من أعظم الناس حسرة. هذا اثنان. الثالث إنسان يتعصب يتحزب لإنسان آخر ليربح من دنياه شيئا، مثلا إنسان يريد أن يصبح وجيها رئيسا ممثلا لشعبه كما يقال هذه الأيام، البعض يغتاب فلان له بهتان له نميمة يتكلم الباطل ليفوز فلان ليفوز في دنيا، هذا باع آخرته لدنيا غيره. ذلك المسكين ربح دنيا ولكن هذا الأكثر مسكنة خسر الدنيا والآخرة، ذاك حاز على شيء هذا ما حاز على شيء، ذاك مغتاب أما هذا المسكين اغتاب، هذا من أشد الناس حسرة، رجل باع آخرته بدنيا غيره. يتفق أيضا بعض المؤمنين يستخدم موظفا على ماله ولا يعلم، الموظف هذا يكذب يغش يعمل ما يعمل حتى يربح مثلا رئيسه هذا الذي هو يشتغل عنده، العامل يكذب ليربح مالا يصب في جيب مخدومه، هذا من أعظم الناس حسرة. وأخيرا إخواني، هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام وهو الصادق المصدق، رواية لو عملنا بها تغيرت حياتنا. دائما سل نفسك هذا السؤال لئلا تعيش الندامة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الحسرة والندامة والويل كله لمن لم ينتفع بما أبصره. الشاهد هنا: ومن لم يدري ما الأمر الذي هو عليه مقيم، أنفع له أم ضر؟ ينظر إلى شيء في التلفاز، سل نفسك هذا ينفعني أم يضرني؟ انتهى الأمر. أنت جالس مع فلان جلسة، هذه الجلسة فيها نفع أم ضر؟ لي سفر، هذا السفر فيه نفع أم ضر؟ طبعا الضرر الذي يريده الإمام الصادق عليه السلام. إذن دائما سل نفسك وأنت مقيم على أمر تزاول أمرا، قل يا نفسي أنفع له أم ضر؟ إذا أجبت على هذا السؤال في دار الدنيا أمكنك التعويض ولم تكن من النادمين يوم القيامة. إلهي بحق أوليائك، إلهي بحق الصالحين من عبادك، ارحمنا برحمتك، اجعل عواقب أمورنا خيرا،
اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.